يتم تخصيص استقبال شعبي عفوي تلقائي لجلالة الملك، وهو يتوجه في حفظ الله ورعايته إلى منطقة كوماسي، ويحرص جلالة الملك من خلال زيارته هاته على تعزيز الشراكة الدينامية الإرادية التضامنية والنموذجية، ويحرص جلالة الملك على توثيق جسور التعاون والتكامل وإضفاء النجاعة والفاعلية على تحركاته المباركة في الكوت ديفوار. وقد تجسد اليوم الحرص الملكي السامي على تطوير التعاون جنوب جنوب ليكون أداة تنموية في خدمة شعوب إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مشاريع أطلقها جلالة الملك حفظه الله بأبيدجان رفقة الوزير الأول بجمهورية الكوت ديفوار، وتهم بناء أزيد من 8000 وحدة سكنية اقتصادية، مشاريع يحرص جلالة الملك شخصيا على الوقوف على تنفيذها الفعلي في زيارة جلالته لعدد من البلدان الإفريقية وفي مقدمتها الكوت ديفوار. وزير البناء والسكن والتطهير والتعمير الإيفواري وعمدة ومنتخب كوماسي والرئيس المدير العام لمجموعة الضحى وأطر المجموعة في استقبال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. تنسجم المشاريع المنفذة اليوم تمام الانسجام مع التوجه الملكي السامي الذي يؤكد على أن إفريقيا ليست بحاجة للمساعدات بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل، كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية. وجريا على التقاليد والعادات المحلية بمنطقة كوماسي جنوب أبيدجان، تقدم للسلام على جلالة الملك عميد الأعيان الذي عبر من خلال مراسيم وطقوس عن امتنان مختلف ساكنة المنطقة بتشريف جلالة الملك لهذا الحفل. كما توجه العميد وصحبه بالدعاء لأمير المؤمنين بالحفظ والتمكين وأن يعينه على خدمة قضايا ساكنة منطقة كوماسي وفي مقدمتها مشروع السكن الاجتماعي وغيره من المشاريع التي تعود بالنفع على أبناء هذه المنطقة. تهم هذه المشاريع التي تشكل تجسيدا لعزم جلالة الملك على تمكين بلدان القارة الإفريقية من الخبرة المغربية التي تحظى بإعجاب كبير، لا سيما في مجال محاربة السكن غير اللائق، بناء 7500 سكن اقتصادي بحي الكجورو مقاطعة أتيكوبي و530 وحدة سكنية بمقاطعة كوماسي. ورصد لهاتين العمليتين اللتين تندرجان في إطار الجهود المبذولة من طرف دولة الكوت ديفوار لمواجهة العجز البنيوي في مجال السكن، واللتان تنجزهما المجموعة العقارية المغربية الضحى استثمارات بقيمة 2,200,000,000 درهم. ويهم مشروع لكوتجورو تشييد مدينة مندمجة تزاوج بين الأصالة والحداثة، تنجز بأعمال داخلية ذات جودة عالية وتهيئة ذات جمالية وتجهيزات القرب، وفضلا عن حزام أخضر. ويهم مشروع كوماسي الواقع في قلب مقاطعة كوماسي بناء 530 شقة اقتصادية. تفتح هذه الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى منطقة كوماسي عهدا جديدا من علاقات التعاون، تكرس وفاء المغرب للقيم الاجتماعية النبيلة التي طبعت عهد جلالة الملك الميمون، كما تبرز حرص جلالته على مواكبة ودعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية في القارة الإفريقية. يدعم جلالة الملك جهود التنمية في هذا البلد الشقيق، ويتقاسم المغرب خبرته الرائدة في مجال السكن الاجتماعي مع الشقيقة الكوت ديفوار وفي مجالات اقتصادية واجتماعية مماثلة، وهو بذلك يرسي قواعد العمل المشترك، وهو بذلك يؤكد تمسك المغرب بعمقه وانتمائه وجذوره الإفريقية وعزمه على تنمية علاقاته مع كل الدول الإفريقية. مسيرة تضامنية إنسانية نبيلة يقودها جلالة الملك في إفريقيا من موقع الحرص على تكريس مبادئ التضامن والتكامل.